تعالوا بقى نعمل الكحك بتاعنا. عندي كيلو من الدقيق. ميزه بقى البارد ده ان كل حاجه بتتحط على بعضها. نسبه البيكنج باودر لكيلو دقيق 20 جرام 20 جرام، يعني عشان في باكيتات بتبقى 12 جرام، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. بسم الله هحط كده الكيلو دقيق اهو. طبعا قلنا دقيق كحك وبسكوت او دقيق متعدد الاستخدامات اهو. هاخد عليه معلقتين من السمسم، البيكنج باودر، ريحة الكحك، ورشة الملح مهمة جدا، مادة حافظة وكمان بتظبط الحلاوة. عندي كان في معلقتين سكر بودرة لو عايزين تحطوهم، أو معلقة واحدة تقدروا تحطوها على فكرة، معلقة واحدة بس، معلقة واحدة سكر بودرة لو عايزين. هنضيفها دلوقتي. خليني أقلب بس المكونات الجافة دي مع بعض. بسم الله. طيب احنا دلوقتي عندنا المقادير: كيلو من الدقيق، عندي نص كيلو من السمن، عندي من السمنه يعني كوبايتين او نص كيلو دقيق، عندي كوبايه من اللبن، ما تزيدش عن كوبايه ابدا لبن او ميه، عندي معلقتين صغيرين من البيكنج باودر اللي هم 20 جرام، معلقتين صغيرين من ريحه الكحك اللي هي معلقه كبيره، عندي معلقتين كبار سمسم محمص، رشه من الملح، نص معلقه صغيره. اوه احنا معطرنا الدنيا خالص. خلينا بس ايه نرفع كده، معلش نزل كده اللي في الحروف، وبعدين هاخد كميه السمن وانا هنضف الدنيا دلوقتي حالا. بسم الله. نص كيلو سمنه بس على الميزان، المفترض ان هما كوبايتين لو الكوبايه 250 ملي اهي. وبعد انا كده لسه ما حطيتش اي سوائل. بسم الله. نشيل بس كده دول على جنب، وتعالوا نوضب هنا كده كده، نمسح الايه الدنيا اللي احنا بوظناها دي، زروتنا الدنيا. يلا بينا تختلط كويس. دي برضو بس من انواع البس، يعني ان انا ببس الدقيق ده كويس مع ريحه الكحك مع كل الحاجات الحلوه اللي احنا حطيناها، مع السمسم، مع ذره الملح، مع ممكن نحط واحده بس، معلقه واحده من السكر الباودر لو حضراتكم حابين، معلقه واحده ما تكتروش. الكحك ده بقى على البارد للناس اللي بتحبه على البارد، ما بتحبش سمنه مقدوحه ولا حاجه. يبقى احنا عملنا كده ايه السمن بالزبده او بالسمنه المقدوحه، مش بالزبده، بالسمنه البلدي المقدوحه، وعملنا كمان بالبيكنج باودر على البارد علشان اصدقائنا كلهم. تعالوا بينا نشوف. معانا نهى من قطر، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيبه حبيبتي، وانت بالف صحه وسلامه يا رب. وانت بسلام حبيبتي وكل احبابك واهلك بخير يا رب. امين يا رب العالمين. تسلمي على الكعك الجميل ده النهارده، يا روح قلبي تسلمي لي يا حبيبه قلبي. تسلم ايديكي، تسلم ايديكي. تسلمي وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. النهارده هنعمل بيتي فور ولا هتبقى في حلقات ثانيه؟ لا في طبعا هنعمل البيتي فور طبعا. الاسبوع ده كله حاجات العيد. قلت يا ميس يا قولي، ما احنا كلنا بنكلم التيتشرز عادي. البيتي فور بيضايقك؟ البيتي فور بيطلع شويه ناشف. طيب ما هو ناشف ده بقى البيض بتحطيه سليم ولا بتحطي بياض بيض ولا صفار ولا ايه؟ لا بحط البيضه كامله. بيضه كامله المفروض يطلع مظبوط. نسبه الزبده قد ايه للكيلو دقيق؟ مش عارفه، بتبقى المشكله في التسويه، يعني انا عايزه بتنشفيه الحراره بتاعه الفرن قد ايه واسيبه فيها قد ايه. طيب حاضر ماشي. بصي بقى، حراره الفرن بالنسبه للبيتي فور لازم تبقى هي المفروض 180، بس حاجه لو الفرن عندك حامي قللي عن ال 180، ما تستنيش يعني، خليها 160. انا عندي يطلع مظبوط ولا انه يطلع ناشف.
لان الحراره العاليه بتنشف، وحتى الحراره العاليه في الكحك او في بسكوتات بتشرخ، يعني اقصد بتخلي الكحك يشرخ. بصوا انا بسيته ازاي، بصوا شايفين؟ ما شاء الله. انا لسه هبصه تاني هتلاقيه عجينه دلوقتي، هتستغربي جدا، هتقولي ايه ده مش محتاج اي سوائل، بس هو هيبقى محتاج. اهم حاجه ان التسويه تكون على فرن، تسخنيه قبل بربع ساعه، وخليه احسن في المضمون 170، وحطي واحده بيضه لو انت بتعملي شوكولاته وفاتح، حطي واحده بيضه في وسط اللي بالشوكولاته عشان تعرفي ان في ناس حرام اما بتيجي تسوي اللي بالشوكولاته ما تعرفش تسويته. تمام. ان شاء الله اول ما تلاقي بس لونها بقى من تحت دهبي فاتح خلاص اعرفي ان كله استوى، كله خد نفس التسويه، لان خلي بالك هو ليه تسويه بعد ما بيطلع في الفرن جوه الصاج نفسه بيفضل سخن لحد ما يبرد. تسلميلي يا نهى، شكرا. انا بس بقلب تقليبه كده كويسه، لازم ابصه كويس وهوريكوا طريقه بس تانية بالايد سهله لو انتوا مش هتستخدموا عجان عادي مفيش مشكله، بس لازم اضرب كويس. بصوا حضراتكم هتبداوا تلاقوا العجينه عملت ازاي، بصوا هوريكوا، معلش ثانيه واحده، كان الاول مفرفط، بصوا بقت عجينه ازاي، شايفين؟ شايفين ازاي؟ وهيبدا لسه تاني، هديله كمان بس كمان علشان ينعم اهو، بعد ما ينعم هضيف له السوائل بقى، كوبايه ما تزيدش عنها 200 مللي، 200 مللي بس كده. يلا بينا. نبدا بقى نقلل كده السرعه ونبدا نفتح، بسم الله، وهنضيف الايه السوائل. خليني بس ابص هنا، 200 بالظبط. يلا بينا، بسم الله، اهي شويه شويه، يلا بينا، بسم الله، مع العجن بنضيف. اللي ما عندوش عجان هقول لكم تعملوا ايه دلوقتي حالا، اول ما طلعه هوريكم حالا طريقه للبس سهله وسريعه. هجيب بس بوله كبيره كده وناخد كده هنا ونشفها كويس. تعالوا نشوف يتلم لما كمان، محتاج سنه كمان، لما كمان لحد ما تتلم تبقى كره واحده، ترجع تاني تبقى كره واحده. كل دي مؤشرات. شوفوا في الاول كان مفرفط، عمركم ما تحسوا ان هو هيمسك، اول ما ضربناه جامد بقى معجون ازاي. بعد المعجون اضفنا ال 200 مللي او الكوبايه من الميه او اللبن. انا بعمله باللبن ما بينشفش خالص، وكتير ناس بتعمله باللبن ما بينشفش. المهم الخبره والتجربه في التعامل مع العجاين، ودي ما بتجيش الا لما تجربوا كتير، وده طبيعي، ده طبيعي. حرارة الفرن ليها تأثير كبير جدا 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 في انها تنشف او تسوي او، بصوا بقى ادي كده، بصوا ده اهو اهو، شايفين العجينة؟ الله عليك، شايفين؟ تعالوا بقى اوريكم طريقة تانية ظريفة، بس بعد ما اوريكم دي هتبسها ازاي. انا جبت اهو حتة من الكحك اهي، وانا عايزة ابسه، هاجي كده ببطن ايدي هنا اهو، ببطن ايدي هنا وهعمل كده اهو، وهعمل كده اهي، هعملها كده، هوريكم الملمس هيبقى عامل ازاي، وهوريكم التانيه اللي احنا حاطينها في البوله لسه دلوقتي بقت عامله ازاي. شايفين السمن بتاع الكحك ما يبقاش سمن دايب، دايب لا، يعني زايب زي الميه لا، لازم يكون في قوام، والا لو كده سقعوه، لو احنا في الحر وهو منكم سايل سقعوه. بصوا بقى، بصوا دي، تسلمي يا نوني يا حبيب قلبي، عاش والله. بصوا الفرق بين العجنتين في اللون، حاسين ايه؟ حاسين ايه في اللون؟ اللون ده اللون ده اخباره ايه؟ وده فاتح شويه، بصوا كده صح، وده لسه في سنه كده، اول ما بتبدا تنعم بتفتح سنه كمان اهي. هعمل كده ببطن ايدي اهو، ابسها عادي اهي اهي، المفروض ان احنا كنا زمان نقعد نعمله كده، بس لا هو كده هتخليها تمام وقوه افضل،
اهو شايفين بلم. تعالوا بقى اجي اخد العجميه وحشي واوريكوا عصاج او الملبن او التمر اي حاجه. وطبعا الكحك مش محتاج صاج. بقول تاني لحضراتكم الكحك اللي بالخميره لازم يقعد نص ساعه يخمر. ادي الملبن اللي عملناه على البارد، حطينا له معلقه صغيره سمنه، رشه من السمسم. تعرفوا العجينه مظبوطه ازاي وانتوا بتقلبوا كده، ولازم ما نطلعش كده من هنا، الملبن لازم يختفي جوه عشان ما يسحش في الصاج. اهو بصوا اهو شايفين، ادي الكوره اهي اهي، بصوا ما بتشققش، اهم حاجه تبقى ناعمه وما تشققش اهي. هناخد واحده تانية نحشي مثلا بالعجوه. حطيت على التمر ده معلقه صغيره على البارد. عايزين تحطوا رشه قرفه، رشه قرنفل، براحتكم، مش عايزين خلاص كفايه. انا ليه ما بسويهاش على النار في معلقه سمنه؟ علشان لو سويتها على النار في معلقه سمنه هتبقى هتنشف شويه، هدخلها تاني الفرن بالسمنه بتاعتها اللي سويتها فيها هتطلع ناشفه من جوه، هتزعلوا وهتقولوا ليه هو الحشو ناشف. ماشي اهو شايفين ازاي اهي، شايفين بندورها كده. انا ما بلمس الكحك ده، ما بلمسوش يعني ايه، يعني ما ببططوش، هو بيتبطط لوحده، يا دوب بديله بس هسه كده بدوس عليه بالطباعه. طب في شكل تاني اقدر اعمله؟ اه بس هما الولاد ما جابوليش منقاش، بس انا اقدر انقشه بطريقه تانيه اوريها لكم دلوقتي. اهو يعني انا طبعا اللي عايز يفصل بين شكل الكحك اللي بالعجوه عن الكحك مثلا اللي بالملبن او كده، بصوا طبعا الطباعه احنا عارفينها، الطباعه اهي هعمل كده، بصوا اهي اهي خلاص. تعالوا بقى دي انا مش عايزه اعملها كده، حاضر بصوا هاخد كده مثلا من دول هعمل كده مثلا يعني كده. والله العظيم. طب يا استاذ سمير بيقول لنا واحنا وانا صغير كنت بقعد انقش مع مامتي، اهو ربنا يديكوا الصحه وطول العمر يا رب. اهو وكان زمان عارفين بقى على ايامنا كان في قوالب بلاستيك كده ما زالت موجوده تهيألي صح؟ ايوه بيخليها تدي شكل كده اهي، بصوا كده اهي شايفين الجمال. هما بيغنوا في الكنترول يا كحك العيد يا ايه يا رانيا يا بسكويت. طيب هي اسمها نواعم العيد صح يا حبايب قلبي يا امامير انتوا والله. طيب هدخله الفرن على حراره كام؟ على حراره 180 على الشبكه في النص اهو، مفيش شوايه، ما بشغلش شوايه، فرن ومروحه، ولو عندي فرن بس هسيبه من تحت وبعد كده ابدا ايه اشغل الشوايه بعد ما ياخد التحت اللون اللي هو الذهبي الخفيف الحلو، بعدين اشغل الشوايه من فوق علشان تدي اللون الحلو اللي حضراتكم شايفينه في العرض ده. شايفينه ازاي؟ واجي كده بصوا هاخد كده وارش بقى ده، شايفين؟ اوه صفروا الحكم، صفر بانتهاء الشوط الثاني، وهستسمح حضراتكم نطلع استراحه ونرجع للاكسترا تايم في انتظاركم.